يا جدعان اتحسبت. مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده، معكم اخوكم نورماندو. بصوا يا جدعان، انا عامل لكم دخله نار كده. فمبدئيا كده قبل ما نخش نعمل لقب الكوماندو الجامد جدا، الاصعب لقب في تاريخ ببجي موبايل يا جدعان. حرفيا في جلطه وفي اكشن وفي سسبنس وفي كل حاجه يا زميلي. فانا عايزك كده وصل لي الفيديو ده زي الشاطر، عايزين نوصله 2000 لايك ونوصل بقى القناه كده 100000 يا جدعان. خلاص بقى الدنيا ابتدت تبقى حلوه و100 وعلى شكل كده هنزل فيديوهين تاني في اليوم. فمحتاج دعمكم والله العظيم يا جدعان، واي حد عنده حاجه عايز يقولها لي يكتب لي في الكومنتات، والله بينا يا صاحبي عشان نعمل لقب الكوماندو. ليتس جو يا رب، بالعوض سليم يا رب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ضم بينقص جامد. رب هتلعب سليم يا رب، هتلعب سليم يا رب، هتلعب سليم يا رب. يا رب خلصوا على بعض كلهم، واخر واحد يبقى بوت يا رب. يا رب اخر واحد يبقى بوت ولا اذى حد ولا حد ياذينا يا رب. قلبي بيدو قلبي بيدو. انا الكلام رب انا غلبان اقسم بالله، غلبان. لو خدت طلقه هموت يا رب. ثواني فاضل خمسه كلهم في البيوت. خش جوه انا كده جوه الزون ولا 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 لا يا جدعان. بص انا واقف فين، ما لو اتحركت هيسمعني. خش جوه البيت، خش جوه البيت هموت. زون الزون هتيجي عليا هنا، انا موت. السلام عليكم السلام عليكم، انا موت انا موت. هيجي يقتلني. ما يعني فاضل 3 في الحته الضيقه دي. انا اعمل ايه دلوقتي ومعيش دم؟ معيش دم. انا ميت. اقفل الباب يا جدعان. اموت زون يعني، انا اموت زون. اموت زون ليه؟ انا عايز افهم انا اموت زون ليه؟ وفين بقيه فين بقيه الناس؟ انا عايز افهم انا. يا رب يا رب يا رب يا رب. شافني ازاي؟ ارمي قنبله ارمي قنبله ارمي قنبله اموت. يا رب انا عارف ان انا هتزنق تحت الكوبري. والله عارف عارف والله هتعمل معايا الحركه دي يا اسطى، وحياة النبي ما تعملها معايا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. عشان انا واحد غلبان وعلى باب الله اقسم بالله. والله يا اسطى على باب الله وغلبان. يا رب يا رب ما حدش يشوفني يا رب. احميهم 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 يا رب، احميهم احميهم. يا جدعان انا عايز نقطه عشان احس ان انا عملت حاجه. ورب هتلاقيهم قاعدين فوق اهو. بص واحد فين؟ انا اسف طبعا. اعمل لك ايه؟ ما انا لازم اقتلك يا اسطى. انا اسف. فاضل واحد. عملتها ازاي يا اسطى؟ عملتها ازاي؟ فاجئتني بالموضوع ليه طيب يا اسطى؟ فاجئتني بالموضوع يا اسطى. يا لهوي يا جدعان وربي، والله العظيم تعبت، هانت والله العظيم قربت. يا ابوك يا اسطى هتكشف، هتكشف وربنا ما تضربش. اسكت 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 يا عم. اسكت اسكت انت كمان اسكت. هو كان بيبص على ايه؟ انا هتنشي حته طلقه دلوقتي في دماغي. الزوم بعيد ليه يا عم؟ يا الله يا معين. بص الزون هتحطني فين؟ اكيد اكيد في واحد على الشجره هنا ولا هنا برضه. اهو يا عم اطلع يا عم. ابوس ايدك، ابوس ايه، ابوس رجلك. الحقوا يا جدعان الحقوا. ابو ادهم ايدك، ابو ادهم ده مجرم دخل عليهم بالسلاح بتاع الدروب فجر الدنيا. هجرب، بص انا هجرب حظي، والله المستعان. والله اتكشفت على الفاضي اتكشفت على الفاضي. فاضل اتنين. الزون هناك. الزون في ايه؟ الزون في الحته اللي هناك دي صح؟ هما فاضل اتنين. اكيد في واحد نايم في الحشيش جنبي هنا. هما لقوا بعض صح؟ بيعملوا ايه ولا هما بيجربوا السلاح اللي هيموتوني بيه. ده بيعمل ايه؟ ده بيرموا قنابل، ده بيرموا قنابل. بيرموا قنابل ليه؟ موجودوا بعض صح؟ حرام. يا لطيف لازم اخد لبس الشجره اللي معاه ده. انا لبس الشجره، لبس الشجره، لبس الشجره بس. ما تضربش عليا، اعمل سبايدر. سبايدر دمي. الجلطة، الجلطة يا جدعان. دمي يا عم الحاج. معانا ناس من كلاننا يلحق. معانا واحد، معانا واحد مسك فشل. على طالما هنعمل اللقب ده طول حياتنا. انا بص انا منزلك معايا عشان تحارب يا جدعان. فاضل 7. امن كده يا اسطى، امن بسرعه. فاضل 30 ثانيه والزون تقفل. ان شاء الله ان شاء الله هجيب اول نقطه، تبقى فتحه خير ان شاء الله يا جدعان. لا واحد مع قوم يا اسطى. اخر 3. ركز يلا، ركز ياها، عايزين نجيب اول نقطة. هي لو جت اول نقطة هتفرق، هتفرط معانا على طول. استر يا رب. الواد اللي معاه ام ده انا خايف منه يا صاحبي، هيديني لدعة واحدة. الام هم انا خايف من الام، انا خدت ده طلقة ام واحدة هروح الجنة. انت انت فاهم؟ اروح هناك على الميتين. يخرب بيتك ده بيضرب عليا. خش كفر يا اسطى. يا نهار طين. اخر اتنين يا لهوي. الواد قاعد على الجبل يا اسطى. انا جابني طلقه واحده، هي طلقه في رجلي بقى، في ودني، في دماغي، في اي حته. انت اللي ضربت بالكاتم. اللهم صل على النبي. الله اكبر عليك يا استاذ. انت ايه اللي وداك ناحيه الدروب؟ الله يخرب بيتك، انا هخلي الاطباء تحتار فيه يا اسطى. الولع البيت الاخضر اللي تحت. انت فين؟ انت مش عامل لي سبكت. انت طبعا ما تعرفش انا فين صح؟ الولع واعمل لي انت ايه ده؟ الولا يا اسطى عارف مكانك ازاي؟ الولا 10 كيل. الواد عارف مكانه ازاي يا اسطى؟ او جه ازاي هنا اصلا؟ وانت اصلا مش عامل عليه سبكتات بتقول لي في البيت اللي تحت؟ ايوه مكان على البيت اللي تحت وجيب سبايدر هنا، انا قلت لك وراك على الجبل. سبايدر هنا ازاي يا اسطى؟ والله جيب سبايدر هنا. ايه ده يا اسطى ده؟ وبعدين عارف مكانك ازاي؟ ده جاي لك على مكانك بالظبط. ده اتبند. اتبند؟ بلعبان. ايه ده؟ بلعبان ازاي وهو بيلعب يا عم؟ بيموت نفسه زور. ده مطلع نفسه زور. انهارتين عليا وعلى سنين السودة. طب ما تسيبني يا عم اديني كلايه، الواد عندي ازاي يا جدعان؟ طب ايه ده بقى ده؟ انا عايز افهم، انا عايزك تقنعني ايه ده؟ ده ايه بقى؟ طب اعمل ايه ده؟ احارب؟ اجيب دبابه عشان افوز؟ ويطلع لنا يوسف اللي هو سي ار 7 يوسف. هيروح هترني نفس القتله ويروح موت نفسه زوم برضه. يا لهوي. اهو سي ار 7 برضه. ويوسف سي ار 7 يوسف. هو هاكر، انا كده عرفت ان هو الواد ده بيلعب بهاك، تمام؟ ما بيقتلش حد غير بأوزي. ازاي؟ هو عارف مكان، هو نازل لي انا، هو نازل يوسف ده نازل لي انا. ما المشكله يا اسطى الواد ده لو معاه كشف اماكن انت فاهم؟ هي هيركبني المرجيح. انت مش فاهمني برضه يا ابني، المشكله مش في الزون، المشكله في الهاكرات اللي معانا. الواد عارف بيعرف الاماكن. عارف فاضل كام؟ يا جدعان فاضل 4. اخر 3 يا رب يكون، يا رب ولا او كلهم يموتوا. انت كده فاضل كام؟ انا جاي زحف انا. انت ايوه ماشي شفتك، شفت وريهم، قول لهم تعالوا هنا. وكمان في واحد اسمه نورماندو هنا بيعمل لقب، اقتلوه. ايوه الواد سي ار 7 مات ماشي. ايه ده بقى؟ ايه ده فاضل كام؟ فاضل كام واحد؟ فاضل 2. ايوه الواد قدامي، استنى يا اسطى، هجيبه ان شاء الله. استنى ما اضربش عليه. نزل استنى مش هضرب عليه دلوقتي. ايه ده؟ يا رب اغفله يا رب. الواد ده هو بالك هو مين اللي حد بيتحرك جنبي؟ اللي جنبي. استغفر الله العظيم يا رب. قلبي يا حلبي، قلبي بيدوق. انت ماسك ضامن بيه يعني اهو، قلبي بيدوق اهو. قتلته، فاضل واحد. اتصرف هتشوفوا لي في اي مكان. اتصرف وحياة ابوك يا اسطى، وحياة ابوك اعرف لي اخر واحد ده فين والنبي. عايز اخد نقطة واحدة احس ان انا عملت حاجة. ها طب انت فوق فين الولد؟ فين اخر واحد؟ فين؟ اعمل اي حاجة، اتصرف يا رب. هتلاقي قاعد جوه باور صح؟ يا ترى مين اللي فاضل يا رب؟ يا رب ما يكونش لعيب، ما يكونش بيعرف يلعب يا رب. يا رب ما يكونش بيعرف يلعب ويكون جاموسه زيي. يا رب يكون جاموسه، يا رب. انا خايف بس، انا خايف، عارف خايف من ايه؟ من الطلقه اللي هو تن. كل سنه واحنا طيبين. انت اللي بتتحرك؟ انا بتنطط. طب استنى عشان انا عامل بيبي على انا. انت اللي بتتحرك ده؟ انا ده مش مصطفى، انا مش عارف. اوكي ايوه. ايه اللي مش عارف؟ بقى انا اللي بتحرك ولا ما ممكن يكون في حد تاني؟ ايوه انت اللي بتتحرك، اتصرف. انا عايزك تلف الخريطه كلها. الواد ده فين يا اسطى؟ الواد ده فين؟ ما هو يعني انا عايز افهم. قطع نفس يا جدعان، اقسم بالله قطع نفس. شكله كده ناحيتي، يا اسطى هيجي يقلعني لبس الشجره. صب يا رب. انت ده لا 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 مش انا. تعالى يا نورمان. انت قتلته؟ تعالى اديني النقطة. تعالى اديني النقطة. تعالى ده انا هفرغ الدي بي كله في وشك. تعالى هقتلك بوكسات. انا خايف اخد بان يا ابني. هموت يا هموت يعني كده هتحسب لنا؟ هتحسب لك ايه اصلا؟ هتتحسب بوكسات؟ لا يا عم انا لازم ادي. صلاة النبي يا صلاة النبي. عارف بعد كل ده ما تحسبش. لا يا لهوي يا جدعان انا ضربت على انا. يا لهوي يا جدعان يا لهوي يا جدعان اتحسبت يا جدعان. اظن دي البداية. انا كده فهمت اللقب ده هنجيبه ازاي، وانتظروا الفيديوهات الجاية يا جدعان ان شاء الله. والحمد لله الحمد لله ربنا نصرنا يا جدعان اقسم بالله. فربنا رضانا بالنقطة دي، وان شاء الله يعني هحاول اجيب بقية النقط دي باسرع ما يمكن يعني ان شاء الله. يعني الفيديوهات الجاية هنجيب الاثنين والتلاتة ان شاء الله يا جدعان. فلازم تدعموا السلسلة دي باللايك علشان اقدر اكمل واستحمل الجلطة دي ونوصل للقناة 100,000 مشترك. يلا سلام عليكم.